أبدا على سعادة النواب الأفاضل. الآن توجد اقتراحات بسحب هذا المشروع. أنا في الحقيقة الرئيس يقول لي لا، بس أنا مع سحب هذا المشروع للمزيد من الدراسة. لا يمنع أن يسحب ويدرس مرة أخرى وتوضع الملاحظات من أجل صالح المواطن. شكرا جزيلا. رئيس اللجنة تفضل. سعادة النائب ممدوح الصالح، لو سمحت نسمع بعض. تفضل. مع الرئيس، أنا أعتبر هذا تمرد على قرار الرئيس، وتمرد إيجابي طول ما أنه راح يصف في مصلحة التقرير. بس للتوضيح لا أكثر ولا أقل، يعني هذا المشروع صار له 3 سنوات،